من جدد الصباح لكم مشاهدينا بأولى فقراتنا الحوارية اللي حنتناول فيها اليوم موضوع عيد المعلم. يقول الأديب اللبناني الراحل جبران خليل جبران: تقوم الأوطان على كاهل ثلاثة، فلاح يغذيه وجندي يحميه ومعلم يربيه. فما في اسمه من هيدا الشخص اللي بناضل بسبيل تقديم العلم لطالب رح يكبر بيوم من الأيام ويكون فعال بالمجتمع. واليوم نحتفل بعيد المعلم، عربون وفاء وتضحية لتضحياته وجهوده. أكيد الحديث أكثر عن هيدي المناسبة بيسعدنا يكون معنا بالاستديو المعلمة عبير غراوي. أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وأنتي بألف خير وكل معلمين سوريا بألف خير. وأنتم بألف خير ومحطتكم بألف خير وبلدنا سوريا بألف خير، وإن شاء الله بيبقى صباحكم على طول مشرق بالأمل والسعادة والتفاؤل. يسعد صباحك وكل عام وأنتي بألف خير. صباحكم سعادة وهنا. أستاذة عبير، يعني نحن اليوم عم نحكي عن شيء مقدس، يعني هو المعلم، وهو يعني كان رسول يحمل رسالة عبر أجيال طبعا متعددة. اليوم رسالة المعلم كيف بتعبري عنها؟ المعلمون هم صانعو السعادة، هم شركاء ورفقاء بأي طريق، بطريقنا جميعا بالوصول لرحلة الوصول للسعادة. فغالبا الصديق في الرحلة مطلوب جدا، وهو شيء ممتع. يعني غالبا ممكن الوصول للرحلة شيء مطلوب، ولكن الطريق هو الممتع أكثر. وأكيد الإنسان ما بينسى الصديق اللي شاركه بهيدي الرحلة، فغالبا بيزيد من تشويق هيدي المرحلة. فالمعلمون دائما هم أصدقاؤنا بالوصول لمرحلة كبيرة من السعادة وتحقيق الهدف. حلو. تماما. فكتير مهم أنه هيدا الشخص يكون في عنده صفات معينة، كونه هو مربي الأجيال ودائما يتعامل مع الأطفال المراهقين وحتى في الثانوية، بيكونوا شوي إلى حد ما صاروا شباب وصبايا، فصفات تختلف المعاملة، فصفات معينة يمكن لازم تكون متوفرة بالمعلم. خلينا نحكي أكثر عن صفات المعلم الناجح. أكيد بهذا حاليا من أهم صفات معلم الناجح أن يكون له هدف محدد وخطة تربوية تعليمية محددة. ثانيا أنه المعلم يكون عنده الثقة بنفسه الكاملة، لأنه هو أكيد لما يكون عنده الثقة الكاملة بنفسه رح يقدر يعطي هالسيمة هيدي لطلابه. بنفس الوقت أهم شرط من شروط المعلم الناجح إزالة الحاجز بينه وبين طلابه، يعني يكون صديق، يكون أب، يكون أخ، أن يدخل روح الدعابة والفكاهة بالدرس، خصوصا إذا كانت المادة شوي جامدة. يعني أنا بحكي عن حالي كمدرسة فلسفة، الفلسفة إذا بتذكروا من أيام المدرسة دائما هي مادة شوي جافة، فلما نحن منحاول كتير نبسطها ندخلها يعني ندخل نوع من الفكاهة والدعابة دون أن يضغى ذلك على قدسية المادة مثلا. أيضا المعلم الناجح لا ينتظر الثناء من طلابه، لا ينتظر الثناء من أهالي الطلاب. إيجابي، يدعم طلابه، يحفزهم، يصير عندهم روح التفاؤل، الفضول والتفاؤل الدائم. صحيح. يهتم بمظهره كمان، هيدي مهم، يعني ناحية كثير مهمة جدا لازم تكون بالمعلم. يعني في عدة صفات، تحفيز الخيال لديهم. صحيح. خلق روح التنافس الإيجابي بينهم. يعني في كثير أشياء بعتقد كمان أهم صفة من صفات المعلم الناجح أنه يعمل فصل بين حياته الخارجية، حياته برا، حياته الشخصية، وحياته لما بيدخل خلص قاعة الصفية، فهو اتجرد تماما عن أي هم، عن أي مشكلة، حتى ما تنعكس هيدي على سير العملية التربوية. تماما. يعني هي بالنسبة لصفات المعلم الناجح فعلا، لحتى هو يتميز ويكون معلم ناجح ويقدم الرسالة المرجوة طبعا من هدف هو التعليم. بالنسبة لعطاء المعلم اليوم، يعني نحن المعلم نعرفه هو معطاء، يعني يقدم كل ما عنده، حتى عم يبذل جهده بتطوير نفسه ومهاراته لحتى هو يكون عم بيواكب كل تطور وكل جديد. اليوم عطاء المعلم هل تغير اليوم، أو هل يقف عند حد عطاء المعلم؟ وإذا كان فعلا هو عم يقدم هذا العطاء الكبير، إمتى بيحصد ثمار العطاء؟ بأي مهنة، مو بس بمهنة المعلم، بأي مهنة الإنسان فيها طالما هو عم يبذل. ولنفترض مثلا الفلاح يقطف ثمار عمله، يقطف ثمار عطاء فصل الصيف، كذلك المعلم. المفروض أنه نحن نقطف ثمار عملنا لما نشوف طلابنا
بأحسن المراتب، جابوا أعلى العلامات، لما بنشوف إنهم عن جد نحن قدرنا نوصلهم لطريق حلو، قدرنا نترك عندهم أثر طيب، قدرنا يتذكرونا بعد حين بعد فترة من لما ننهي رسالتنا معهم. فعطاء المعلم أكيد ما بيتوقف عند حد، هو مستمر حتى بعد انتهاء مرحلة العلاقة الدراسية بين الطالب وأستاذه. تماما. بتصير تتوجه لعلاقة أخرى، تصير علاقة صحبة، علاقة أمومة، علاقة استشارات، ممكن يعني الدعم يعني والعطاء تشكل. للمعلم مستمر حتى بعد نهاية العملية التدريسية بمرحلة معينة ما. تمام، يمكن هيدي المتعه اللي بحققها المعلم. صحيح. بعد ساعات طويله من الوقوف واعطاء الدروس، لما بيلتقي باحد طلابه يمكن بالجامعه او محقق انجاز في حياته، قد ايه ينبسط؟ هي يمكن المتعه اللي بيحصدها المعلم. صح، مزبوط. هلا كنا نتكلم برا انه فعلا يعني امبارحه كان مناسبه حلوه، اول يوم يعني عندي انا مثلا طلاب تخرجوا من الجامعه، فيعني جايين بكل ود انهم هن حابين يشوفوا مدرستهم، فهيدا قد ايه هو معناتها عم نحاول نترك اثر طيب عن طلابنا اللي رح يصيروا يعني اللي رح تقريبا صاروا زملاء لنا بالمهنه. تماما، يعني فعلا هو يعني نتائج حلوه بينتظرها المعلم لما هو بيقدم فعلا هذا العطاء الكبير. يعني خلينا نحكي اليوم عن بالنسبه للسلوك اليوم بالمدرسه، عم نشوف نحن فعلا تغير المناهج، خلينا نقول السلوكيه، يعني ما كان بقى المعلم، يعني هلا ما رح نجمع يعني الكل، يعني البعض تغير بالنسبه لهيبه المعلم وقيمه المعلم، عم نشوف التنمر يعني المدارس، عم نشوف الاعتداء على بعض المدرسين سواء كان بالكلام او حتى عم نشوف مؤخرا بالضرب، يعني شاهدنا بعده محافظات مثل بنياس. تقصدين ما حصل في مدن في بعض بنياس وطرطوس؟ حالات نادره. هلا ما حصل مؤخرا وضجت به مثلا وسائل التواصل او شيء، كان حالات نادره يعني لا يمكن تعميمه ولا يمكن انه كثير نحن نتناوله بمحمل الحديث حتى لا نشيع هذا الامر، هو حاله نادره قد يحدث حتى مو بس بمجتمعاتنا، مثلا هي تسمى المجتمعات الاوروبيه، المجتمعات الاكثر تحضرا، هي حاله نادره، حاله شاذه انا اقول عنها، لا استطيع ان اتناولها بمحمل انها مشكله كبيره. على العموم لو كنا في بيت واحد الأم وأولادها قد يحدث بينهم بعض نتيجة الاختلاف، هون الصعوبات اللي بتنشأ نتيجة الاختلاف آراء الجيل. تماما، الفروقات اللي بتكون. طبعا الفروقات بين الأجيال، فممكن تحدث هيدي الحالة. على كلين هيدا الأمر تم تداركه من وزارة التربية وتم إصلاح الموضوع فورا، بس وان شاء الله مستحيل يعني ان شاء الله يتكرر مره ثانيه، بس هون يمكن عنصر الاحترام الواجب. تماماً. يكون في احترام. نعم. باي علاقه كسلوك بالمدرسه. نعم. واجب الاحترام، هيدا الاحترام بين الطرفين حتى. مو بس احترام يعني هون المدرس المفروض يكون عنده حب احتواء للطالب. صحيح. والطالب نفس الشيء بنفس علاقه احترام مع الاستاذ، هيدا بتنفي اي علاقه صراع بين الطرفين. تمام، يمكن هذا الشيء بنخلينا نحن نستذكر ايام الماضي لما كانوا يقولوا لنا قد ايه كان المعلم هو شخصيه إلى هيبته، شخص مقدس، ويعني اذا بدنا نذكر كمان احمد شوقي لما قال قم للمعلم وفيه التبجيلة، كان المعلم يكون رسولا. تماما، يعني دائما كانت تتردد هيدي المقوله. تماما. على مسامعنا نحن، وانه يمكن هلا شوي لازم نحن نربي اجيالنا على هيدي الشغله اكثر. اذا بدنا نحكي بهيدا النطاق، نطاق التربيه والتعليم، وهي يمكن هيدي المهمه الاسمى اللي بيقوم فيها المعلم قبل ما يعطي العلم، التربيه بالبدايه، نحكي شوي بهيدا الموضوع. اكيد المعلم لازم يقوم بدور اساسي قبل التعليم. هلا انا حتى بالنسبه لي ممكن اقول لطلابي انه الماده ممكن انك انت تقدري تطالعيها لحالك، ممكن بس التعليم اللي التربيه اللي ممكن نحن نغرسها، القيم الاخلاقيه، الفضائل، هيدي ما يعني ما مين من كان ممكن يقوم بهيدي المهمه. فطبعا نحن وزارتنا اسمها وزاره التربيه سابقه والتعليم. للتعليم. صحيح. فالتربيه شيء اساسي، يعني عمل المعلم لا يضاهي درجة تعليم الأم بالبيت أو تربية الأهل بالبيت، فهو مكمم دائما لمرحلة عملية التربية بالبيت. نعم، يعني هي نقطة كتير مهمة، يعني هون المعلم عم بيساعد بموضوع التربية، يعني هيك عم يوصل للطالب. الطالب أكيد بيمر بعدة يعني ممكن تكون مشاكل عنده نفسية اجتماعية أو حتى اقتصادية، يعني بصير المعلم هو ببعض الأحيان صديق للطالب، وهذا المفروض يعني لحتى يقدر يوصل رسالته. طبعاً. صح. طبعاً. بقى كيف أنتوا يعني من خلال يعني هاي العملية بتقدروا توصلوا للطالب وأهله أيضا لحتى
تتكون هي العلاقة وممكن أنتوا تتجاوزوا كتير مشاكل للطالب؟ طبعا أهم نقطة التعامل مع الطالب، مثل لما الطبيب بده يتعامل مع المريض يفهم نفسية هالمريض، طريقة التعامل. هلا ممكن الدواء اللي باخده أنا ممكن أنت ما يعني ما يناسب جسمك، فكل طب فكل حالة، كل تلميذ عنده نفسية معينة، إجا من بيئة معينة. هيدا عمل الأستاذ، عمل الأستاذ الماهر المتميز، هو اللي بيقدر أولا بالمرحلة الأولى أنه يفهم نفسية الطالب اللي قدامه، أنه يزيل الحاجز اللي بيكون بين الطالب والأستاذ. هيدا الشيء كتير مهم، يفهم نفسيته، يفهم كيف الطريقة اللي رح يوصله فيها المعلومة. هلأ في مثلا بالنسبة لأنماط الشخصية، في طلاب عندنا ياهم مثلا شخصيتهم حسية، هن كتير بيحبوا يتناولوا كل المعلومة عن طريق حواسهم، الصوت لما المعلومة لما بتوصل عن طريق الصوت بتوصلهم بطريقة معينة. في طلاب لا، عندهم شخصية بصرية ممكن تنقلهم المعلومة عن طريق الحركة، عن طريق الصور، عن طريق الرسم. فهون لما نحن وحتى وزارة التربية لما عملت دورات للمعلمين مشكورة، يعني تم اطلاعنا على مجموعة هالسمات هي من الشخصيات لحتى نتعرف الطلاب اللي قدامنا من أين شخصية، ونقدر نحن نتعامل مع نفسياتهم ومع طريقة توصيلنا للمعلومة بهي الطريقة. تماما. يعني إذا بدنا نحكي دائما أي مهنة هي بيعترضها معوقات صعوبات، ولكن مهنة التعليم يمكن أو المعلم ممكن على كهله توقع صعوبات كثيرة، خاصة بتعامله مع أجيال متعددة، من سواء كانت صغيرة مثل ما حكينا أو بفئة المراهقة والشباب. نحكي عن هيدي الصعوبات اللي ممكن تعترض المعلم بمسيرته التعليمية. هلأ أكيد نرجع منقول أي مهنة فيها صعوبات، لكن هون الصعوبات بتوقف على شخصية هيدا المعلم، بتوقف كمان على طريقة تعامله مع هيدا الجيل. يعني أكيد أنا المعلم لازم يطور من مهاراته ويطور من أدائه. أكيد أنا ما فيني عامل طلاب اليوم مثل الطلاب اللي كنت عاملهم من 10 سنين، لأنه أنا بذاتي تغيرت، فأكيد الجيل تغير. يعني سيدنا علي أبي طالب بيقول ربوا أبنائكم غير ما تربيتهم لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فأدواتي هذيك السنة تختلف أكيد عن هالسنة، لأنه طالب السنة الماضية بتختلف عن يعني عن طالب السنة. فإجباري بدك تتعاملي مثل ما قلنا مع كل حالة بطريقة جديدة. هلأ بالنسبة لصعوبات الملاحظة بمرحلة التعليم أو مع الطلاب، أحياناً بتلاقي في طلاب ممكن يكونوا شوي مثل ما حكينا عندهم شخصية شوي حركية، شوي ممكن بيحبوا دائما يثبتوا حضورهم بالصف لكن بطريقة خطأ. هيدا أكيد بيأثر على عمل المعلم، ممكن يعمل حالة تشويش بصف. فهون المعلم الجيد يعني هو اللي بده يحاول يضبط صفه تماماً، ويقدر يتلافى هيدي الصعوبات. المعلم الجيد لازم يعرف امتى يقدر يستمع لطلابه وامتى لازم يسيطر او يتجاهل مثلا. صحيح. اذا كانت اسئلتهم غير مهمه او يقدر يضبط الصف، هيدي اهم نقطه. طبعا التعامل مع العمرات مع المراحل العمريه الصغيره غير لما بتتعاملي مع الكبار. يعني في مثلا احيانا في مراحل عمريه ممكن ما كتير يحبوا مواد، يفضلوا مواد على المواد. فهون طبعا هيدا بينعكس سلبا على سير العمليه التعليميه داخل الصف. صحيح. يعني فعلا مثل ما ذكرتي انه عده نقاط يعني يجب ان يتسم بها المعلم لحتى هو فعلا قادر يوصل رسالته بالشكل السليم والصحيح. يعني احنا عم نشوف بالرغم من كل تردي الاوضاع المعيشيه او بعض الاوضاع الاقتصاديه الصعبه لبعض المعلمين، لكن هن لسه عم يستمروا بالعطاء وعم يستمروا بحمل هاي الرساله على اكمل وجه. يعني خلينا نقول من هاي احدى الصعوبات اللي واجهت كثير من المعلمين. صحيح. اليوم عم نشوف رغم كل هاي الأوضاع المعلم ما زال مستمر على العطاء وعلى أيضا تقديم رسالته. شو بنحكي عن هاي النقطة؟ أكيد نحن كلياتنا عم نعاني من هيدي الأوضاع اللي هي بدنا نتقبل هيدي الأوضاع وبدنا نتماشى معها. والإنسان دائما اللي عنده طموح أو اللي مستمر بعمله ما لازم يخلي أي شيء يخليه يتوانى، بالعكس هيدا لازم يكون دافع أو محفز لحتى يتخطى هيدي الصعوبات ويطلع منها بنتيجة أحلى. يعني حتى بالنسبة للمعلم، المعلم المبدع هو اللي بيقدر يخلق من لا شيء أشياء كثيرة. تماماً. يعني في مقولة بتقول ليس أسوأ من معلم لا يعلم أكثر مما يتعلمه يعرفه تلاميذه. صحيح. فهون المعلم بده يحاول يقاوم، مثلا إذا كان الجو برد ما في وسائل تدفئة، فهون يقول لهم تعالوا نستشعر كلياتنا بالدفء، تعالوا نسرح شوي، نعيش حاله خياليه. جد هذه كثير وسائل مهمه بالتعليم، نعيش حاله خياليه. نحن هلا مثلا بجو دافئ، بجو حب، بجو حميمي، فهو بامكانه انه يخلق هيدا الجو. هون بيتخطى الصعوبات وبيخلي تماماً. هالصعوبات يعني بيعمل بيفصل حاله عزل
يعني يس. بين الأوضاع الخارجية طبعا، وبيعملها أكثر أكثر حب وأكثر يعني بيخلق من لا شيء أشياء كثيرة، بيتقرب من الطلاب أكثر يمكن. خلينا بهالموضوع لكانك نرجع شوي للماضي ونعم والمقارنة على دورك أنت حضرتك لما كنت طالبة، وهلأ لما تسلمتي هيدي الراية وصرتي حضرتك مربية أجيال ومدرسة، لوين بترجح الكفي أكثر؟ لا نستطيع المقارنة، هنا المقارنة رح تبقى كتير كتير صعبة، لأنه مثل ما قلنا أنه بمقولة سيدنا علي كل جيل له أسلوبه بالتربية، كل جيل له ما بس الجيل يوم عن يوم سنة عن سنة هالجيل هيدا عنده أدوات تطوير كتيرة قدامه، يعني ما في مجال أنا قارن بيني مثلا أنا وبين جيلي اللي تربى فيه وجيل ابني، أكيد بكون ظالمة ابني كتير، وأكيد لما بتطلع على نفسي أنا أنه أنا كنت والله نحن كان جيلنا غير مثلا هلا لك اذا بتسالي جيل هالايام بيقول لك نحن جيل التفوق، نحن جيل التكنولوجيا، نحن جيل الحضاره، بيقول لنا يعني انا ابني مثلا بيقول لي ماما يا حرام عجيلكم معقول ما كان في موبايلات، معقول ما كان في بعالم المعلوماتيه والفضائيات انه كيف كنتوا عايشين، بيقول لك انه كثير مبسوطين، فمن كل جيل من منظوره للجيل الثاني يشعر بالشفقه، يعني مثل ما نحن مستغرب الاجيال اللي قبلنا تماما هذا الجيل عم يستغرب انه الاجيال بس ما نقدر يعني مستحيل نقدر نقارن حتى هالأجيال هالجيل اللي احنا فالحداثة والتطوير مع الأيام الخادمة أكيد رح يكون لسه فيه الأفضل، فدائما عملية يعني عملية العلم عملية متطورة لا يمكن أن تقف عن حد، إنكار التطور يعني إنكار الحياة، فبالعكس هيدا الشيء نحن بننبسط فيه يمكن نتعلم منهم كمان، يعني أنا بتعلم مثلا بتعلم من هالجيل صدقا بتعلم من طلابي أشياء كتيرة، يعني في فيلسوف اسمه شرانجر بيقول تعلمت من أستاذي الكثير، تعلمت من زملائي الأكثر، ولكن تعلمت من طلابي أو تلاميذي الأكثر فالأكثر، وأنا جد كتير بتعلم من طلاب هالأيام كتير أشياء، مو بس بأمور التكنولوجيا، ممكن تاخدي منهم أهم شيء إنك أنت تفهمي عقليتهم، تدخلي تسمعي أغانيهم حتى تسمعي حديثهم نكتهم أسلوب تعاملهم لحتى تدخلي تكوني محببة لإلهم، تقدري تدخلي لعالمهم الخاص، لأنه ما بيسمحوا لك إنك تدخلي عالمهم الخاص فجأة، إذا ما كنتي قريبة منهم وبتعرفي طبعاً بدك تتخطي مراحل حتى تقدري تقتحمي هيدا العالم. تماماً، يعني شيء رائع جداً اللي نحن عم نحكيه اليوم عن فعلا هي القدسية بالمعلم بحياة المعلم وأيضا علاقته مع طلابه. اليوم ما هيك بختام حديثنا خلينا نقول يعني اليوم المعلم شو هو التقدير الممكن أنه ناطره، يعني هيك هو هل ينتظر المعلم تقدير معين على عطائه واستمراريته ونجاحه؟ لاحظي أنا في البداية لما سكرنا صفات المعلم الناجح كانت تاني صفة أن المعلم المميز أو المعلم العظيم لا ينتظر الثناء من أحد لا من طلابه ولا من اللي مثلا من أهالي الطلاب، يكتفي بنفسه هو طالما عنده الثقة بنفسه فهو قدران يكتفي بذاته ينمي مهاراته بذاته. هلأ على كلين لا نستطيع أن نذكر أنه أي إنسان هو بحاجة للتقدير، أي إنسان بحاجة للكلمات الإيجابية، لهيك تم إقرار عيد المعلم للاحتفال يعني لإعطاء المعلم ولو هذه الفرصة لشعوره بقدسية هذا اليوم. وإنما أكيد طالما أن رسالة المعلمين هي رسالة الأنبياء أكيد ما بنقدر نحن الأنبياء أكيد ما بنقدر إلا أنه نذكرهم دائما بكل جيد بكل خير، وأيضا المعلم لا نستطيع إلا أن نذكره بكل ما يليق بمقامه. تماما أكيد، وهيدي السنة سائبت أنه عيد المعلم وعيد الأم بيجتمعوا بيوم واحد فالعيد عيدين، وبدنا نقول لك كل عام وأنت بألف خير وإن شاء الله ينعاد عليكم وعلى كل أمهات ومعلمات سوريا بألف خير. شكرا كثير لوجودك معنا لليوم المعلمة عبير غراوي، أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم وتشرفت كثير فيكم. شكرا لك، كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا أهلا وسهلا فيكم. وكمان مها نحن كثير بنعرف أنه الدراما السورية سجلت دور الأم، يعني كثير من المسلسلات اللي تم عرضها على شاشة الدراما السورية. نحن رح نتابع طبعا بهيئة الفقرة، نتابع الأم بالدراما السورية وبنرجع.